نبقى الآن مع أبرز ما اخترناه من الصحف وإلى الأخبار التي كتبت فيها هديل فرفور في قلب الجحيم. الإصابات إلى أكثر من 10,000 يوميا. الجمعة الماضية تجاوزت أعداد الإصابات اليومية في المليون، تلك المسجلة في إيطاليا التي تحتل المرتبة الثامنة عالميا في تسجيل الإصابات الإجمالية، وألمانيا المرتبة العاشرة وإسبانيا المرتبة التاسعة، وتجاوزها تلك المسجلة في كندا وفرنسا وسويسرا وبلجيكا، وهذه كلها بلدان ذات قدرات استشفائية عالية. إشارة إلى أن هذه البلدان التي ينافسها لبنان تملك خلافا لما لدينا ما يسمى مصادر تشخيصية موثوقة لجهة المسح المنظم الذي يحكم أعداد الفحوصات المخبرية، فيما يوجد لدينا مناطق شبه مفتوحة ودائمة التمرد على إجراءات الوقاية ولا قدرة على إجراء مسح دقيق لها، كالمخيمات والأحياء السكنية المكتظة التي لا يملك أهلها المنسيون من السلطة ترف إجراء الفحوصات المخبرية وفق مصادر طبية. وعليه تضيف الأخبار فأن الأرقام الحالية رغم ضخامتها مقارنة مع نسبة الفحوصات المخبرية أكثر من 13% ومقارنة مع عدد المقيمين 31,000 مصاب في المليون نبقى أقل بكثير مما هي عليه فعليا، ومع الانفلات الذي رافق فترة الأعياد والتوجه الحتمي إلى تكثيف الفحوصات المخبرية لن يكون مستغربا أن تصل أعداد الإصابات إلى 10,000 إصابة يوميا وفق مصادر اللجنة الوزارية المخصصة لمواجهة كورونا. اللجنة لم تجد إلا في توصية الإقفال الحديدي وسيلة يتيمة لتدارك الوضع المتهالك مع بداية دخولنا السيناريو الإيطالي، بحسب عضو اللجنة مازن بودرغام. مصدر مطلع أكد أن الدولة يمكنها أن تستند إلى قانون الطوارئ الذي أقر في بداية الأزمة لإجبار المستشفيات على فتح أبوابها أمام المرضى، وهي تستطيع بموجب هذا القانون مصادرتها وتخصيصها بالكامل لمرضى كورونا حفاظا على استمرارية الحياة العامة. إلا أن المشكلة وفق المصدر نفسه تكمن في كيفية إدارة هذه المستشفيات، فالنقص الكبير في الطواقم الطبية وغياب خطة توزيع الموارد المالية المتاحة لإدارة الأزمة هما السبب، وتفصل أكثر الأخبار عن هذا الموضوع. ننتقل إلى لبنان 24 الذي علم من مصادر مطلعة أن مقررات المجلس الأعلى للدفاع ستكون صارمة لجهة ضبط أي مخالفة لقرار الإقفال الشامل، وأن المجتمعين يتجهون إلى أعطاء القوى الأمنية صلاحيات استثنائية غير قابلة للمراجعة، وذلك تأكيدا على جدية الإجراءات التي ستتخذ. إلى صحيفة الجمهورية، وكتبت الجمهورية قال أحد أعضاء اللجنة الطبية المكلف ملف كورونا للجمهورية: وجدت نفسي في أحد الاجتماعات مجتمعا مع مندوب عن المطاعم وشركات الكيترينج وصديق للفنانين وآخر مندوب عن الباصات وشركات النقل الجماعي وقطاع تجار الألبسة والخضروات وجراجات الميكانيك وشركات الإنترنت، ولفت إلى أن أي إجراء جديد بتقليص الاستثناءات إلى درجة لا يسمح فيها باستمرار فتح السوبر ماركت ومحلات تجارة المواد الغذائية والملاحم دعوة إلى تجديد سيناريو الإصابات بعد 14 يوما من تاريخ هذا الإجراء الذي سيزيد من عدد الإصابات بما يساوي ما نتج من ليلتي الميلاد ورأس السنة. وقال إن الجرائم التي ارتكبت ليلتي الميلاد ورأس السنة دفعنا ثمنها على دفعتين الأولى ما بين 6 و 8 من الشهر الجاري نتيجة الفلتان في الحراك واللقاءات ليلة عيد الميلاد، والثانية متوقعة ما بين 14 و 16 الجاري نتيجة المخالفات التي ارتكبت في سهرات رأس السنة العائلية والعامة على حد سواء. ننتقل إلى نداء الوطن، حيث تقول نداء الوطن إن دعوة المجلس الأعلى للدفاع جاءت بعد مناشدات سياسية ونيابية وبلدية، وتشير مصادر مطلعة إلى وجود معلومات مؤكدة حول بلوغ لبنان مرحلة خطيرة من تفشي الوباء، وبأن عدد الإصابات الفعلي الكبير جدا، وبأن البلاد دخلت بالملموس مرحلة مناعة القطيع بسبب تراخي الحكومة في إجراءات الردع وتطبيق قرار التعبئة العامة ونتيجة استهتار المواطنين. واستعجل رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي المسؤولين اتخاذ قرار تسكير البلد، مصرحا لنداء الوطن: الإقفال العام يعني بلا استثناءات إلا القطاعات الطبية والأفران والمرافق الضرورية، وإذا تبين بعد الإقفال أن نسبة الإصابات تراجعت نفتح تدريجيا، علما أن منظمة الصحة العالمية تنادي بالإقفال لستة أسابيع. ويؤكد عراجي أن الوضع كارثي، فمصاب من أصل 100 بحاجة إلى غرفة عناية فائقة، وسجلت أمس نحو 5,000 إصابة، أي
55 مريض كانوا بحاجة إلى عناية فائقة، ما يعني 50 غرفة عناية أو عزل يوميا. من أين نؤمن كل ذلك علما أن المريض يبقى في العناية لفترة 3 أسابيع أو شهر أحيانا؟ أيضا تقول، إذن تقول نداء الوطن، نبحث بالاستراج والفتيلة بحثا عن الأمل والأمل الأخير لاقتناء ما يمدنا بالأكسجين في زمن خارت فيه كل قوى اللبنانيين وباتوا ينتظرون فحصا ينبئهم بأنهم أصبحوا بوزيتيف وقد يحتاجون كما الكثيرين إلى هواء اصطناعي يبقيهم أحياء. نتصل بشركة تلو شركة فنسمع جوابا واحدا، انتهى ستوك البارحة. إذن تحت عنوان الأكسجين طار واللبنانيون على آخر نفس، كتبت نوال نصر وتقول انتهى إذن الستوك البارحة، انتهى أول البارحة، انتهى للتو، فماذا عن أجهزة التنفس التي ابتكرتها منذ آذار الماضي شركة نعمة فريم عبر فينيكس أنرجي وهي صناعة لبنانية 100%؟ هل يمكننا اليوم أن نعلن للبنانيين أن الشركة قادرة على مد اللبنانيين القلقين بأجهزة التنفس في حال احتاجوا إليها؟ تقول نداء الوطن مدير عام شركة فينيكس أنرجي ربيع الأسطى يحكي عما يفرح وعما لا يفرح، فالشركة انطلقت منذ أيار الماضي في صناعة أجهزة التنفس التي تحتاجها غرف العناية الفائقة في المستشفيات، وحتى الآن صنعت نحو 50 جهاز، صدرت منها 22 واحدا إلى إيطاليا ودول الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، غير أن لبنان الرسمي لم يطلب منها ولو واحدا. إذن تفاصيل أكثر في نداء الوطن. وتعليقا على موضوع كورونا، معنا النائب الدكتور ميشيل موسى عبر تطبيق سكايب. صباح الخير دكتور. صباح النور. في الانتظار وقرار المجلس الأعلى للدفاع، هناك توجه من الدولة إلى إقفال البلد لمدة على الأقل أسبوع بشكل حديدي كما يعني يتم التعبير. إلى أي درجة كطبيب برأيك هذا الإقفال لأسبوع سيقي المصابين أو تكاثر إصابات الكورونا أولا، وثانيا سيخفف هذا الضغط على المستشفيات والعناية الفائقة؟ يعني بصرف النظر إذا أسبوع ولا أكثر من أسبوع، هذا موضوع يقيم يعني فيما بعد، لكن موضوع المبدئي هو موضوع الإقفال. نعم. يعني نتيجة كل المشاكل اللي عم بتصير والعدد الكبير الإصابات اللي عم بيصير في هذا النهار والمشكل والإشكالية الكبرى في إيجاد عنايات فائقة من أجل معالجة المرضى، عم بحط الكل قدام الخيار الصعب. شو ما كانت الصعوبات الأخرى، بقدر أنا اليوم الأصعب والأهم هو إنقاذ الأرواح، بالتالي يجب التوجه إلى هذا الموضوع، يعني موضوع الإقفال، ولو طبعا مرغمين، لكن على أن يكون إقفال جدي وفعلي بكل مقومات هذا الإقفال مما يؤمن له يعني الغاية المرجوة اللي هي تخفيف الضغط على المجال الصحي. نعم، برأيك الدولة كقوة أمنية وكوضع اقتصادي قادرة على هذا الإقفال من دون تفلت؟ شوفي، يعني أول شيء يعني واجبات، إذا في قرار بالإقفال اليوم إنه مفترض يعني كل القوى الأمنية وكل الشرطات البلدية بالمناطق وكل الناس تشتغل بهذا الاتجاه من أجل إنجاح يعني هذا الإقفال، وهذا من مقومات نجاحه هو التشدد في مراقبة التفلتات من هذا الإقفال. أما موضوع الاقتصادي حقيقة، اليوم كل العالم تعرف وهالديلام الموجود الكبير جدا واللي صاروا فترة واللي رح يبقى بين الاقتصاد وبين صحة الناس، ففي خيارات بدها تنعمل خاصة بالأزمات الصعبة اللي وصلنا، يعني الحدود الصعبة لهذه الأزمة اللي وصلنا له اللي هو هالأعداد الكبيرة بهذه العدوى، وبالتالي في خيارات بدأت تنعمل هون، وبقدر أنا اليوم اللجان المؤلفة من كل الاتجاهات وطبعا يعني المراحل اللي بتقطع فيها القرار بهذا الموضوع، عم بيصير في نقاش يعني كتير جدي وحاد أحيانا بهذا الأمر، لكن في خيار بده ينعمل بعدين، والخيار هي إنقاذ الأرواح بظل هذه الكثافة من الإصابات اللي عم بتصير بالبلد. أنا بدي أقول أكثر من هيك، اليوم إذا نحن تأيدنا أكثر وكان هالإقفال مفيد على صعيد تخفيض عدد الإصابات، ما في وفر عم بيصير بالمستشفيات، وفر مادي حتى كبير، يعني هذا من ناحية. من ناحية تانية أنه مفترض اليوم التوجه
وبسرعة إلى الناس اللي ما قادرين يكملوا حياتهم بدون العمل، يعني اللي هن المياومين والمتعاقدين يعني بشكل ساعات أو غيره، وإعطائهم الإمكانية المالية بما يتيسر من أجل يعني تكملة حياتهم. وبالتالي الداتا اليوم موجودة كلها، اليوم الأمور انعملت مشان برنامج محاربة الفقر، وبالتالي يجب الإسراع في إعطاء ما يمكن إعطائه للناس اللي هن الأكثر حاجة. وطبعا يعني بالآخر في خيارات بدها تنعمل، خيارات الأرواح هي أهم من أي أمر آخر. نعم دكتور، أول يعني قبل الانتقال إلى موضوع الفاكسان، أنت مع إقفال المطار؟ لا، يعني المطار ما بقدر هو عم يعني بيكون المشكل الأساس. فينا ناخذ كل الإجراءات المتشددة بأنه كل واحد بده يجي من برا تنعمل كل الإجراءات المطلوبة من أجل أنه يكون يعني ما يكون مادة عدوى للآخرين. نعم، هذا أمر فينا ناخذ. للأسف هيدا اللي ما عم بيصير بحسب الناس اللي موجودة عم تسافر وعم ترجع، هدول للأسف على أمل أنه تطبق. هذا لازم يصير، بس حرام يعني إقفال، مش حرام، أنه إقفال المطار اليوم هذا أمر آخر. نعم. أنا بقدر أنه اليوم في ناس يعني مضطرة تجي أو تروح، لكن تشدد بالإجراءات هذا المطلوب. نعم، في هذه الأثناء دكتور، في لجنة الصحة النيابية تعقد اجتماع بخصوص اقتراح المعجل المكرر بموضوع اللقاحات ولتسليم الدولة اللقاحات بنفس الموعد المحدد، ولكن لابد من السؤال، وهذا اللي عم بيطرحوه كتير ناس بطريقة مبسطة، ليش لقاح فايزر فقط بالرغم من أنه عدد كبير من اللقاحات ومن المستشفيات الخاصة طلبت أن تجيب لقاحات يعني هي بشكل الخاص من موديرنا وغيرها، وخصوصا أن هناك حديث أن اللقاح الصيني هو فعال نظرا إلى أنه موجود الداء اللي هو داء الكورونا موجود بقلبه مثل اللقاحات اللي عادة بناخدها. يعني أول شيء يعني كانت التوجه نحو اللقاح اللي طلع بالأول، يمكن لأنه في سباق كان بين الدول من أجل التوقيع على أو حجز إمكانيات يعني هذه اللقاحات لدولها، لكن انا ما بظن ابدا انه في حصريه مطلقه بهذا الموضوع، على انه في مراحل بدات تمر فيها الامور باخذ الموافقات المطلوبه، يعني ما بقدر انا انه رح تقتصر الامور على حصريه معينه للقاح معين، لكن طبعا كثير مهم انه يكون في تدقيق بان يكون هذا اللقاح امن وفعال، يعني من اللقاحات الامنه والفعاله، وبالتالي لكن لا اظن انه في حصريه بالنهايه بلقاح معين. ممكن هالأمور تفتح لأنه ما في حتى مؤسسات عم تقدر تكفي كل هالطلب الكبير اللي عم بيصير بكل دول العالم، وبالتالي في تعددية بالخيارات، وهذا اللي راح يصير بلبنان. لكن بلشت الأمور بفايزر لأنه هي يعني اللقاح الأول واللي صار فيه تعاقد يعني كبير معه من الدول، وخاصة عن طريق منظمة الصحة العالمية. برأيك طبيب، هذا اللقاح فعال؟ يعني قادر الواحد ياخده خصوصا أنه في توقيع رفع مسؤولية؟ أكيد هذا فعال، يعني كل الدراسات اللي انعملت بكل بلدان العالم، وعم نحكي عن مختبرات مشهود لها تدرس هذه ودول مشهود يعني بدقتها بخيارات العلاجات والأدوية. نعم. وبالتالي أكيد فعاليته كبير جدا، وكل الإشاعات اللي عم بتصير حول العوارض الجانبية اللي عم بتصير، هذه يعني تحاليل وإشاعات أكثر ما هي غير شيء. أي دواء اليوم ممكن ياخده ممكن يعمل سايد افكت يعني واحد على مليون يمكن، وبالتالي هذا ما له وجود. لكن كثير مهم أن يكون هناك لقاح اليوم، وهذا أمر منتظر من زمان ومن فترة طويلة من أجل بداية حصر الأضرار والعدوى اللي عم بتصير بكورونا، وبالتالي تصدي له. كل يعني الاوبئه اللي صارت بالتاريخ بلشت تنحسر بعد ان وجد يعني لقاح، وبالتالي القدره على يعني معالجه والقضاء على هذه الاوبئه. نعم، النائب الدكتور ميشيل موسى، شكرا لك، كنت معنا في ضمن الصحف في هذا الصباح.